بعظمة لسانه. معاك ورقة وقلم؟ لو معاك ورقة وقلم اكتب واحصي معانا، ومش هنتكلم على حقوق محتملة، لا هنتكلم على حقوق ثبت بالفعل أحقية الأهلي فيها بشهادة خبراء التحكيم المحايدين. مش هنجيب رأي أهلاوي ومش هنجيب وجهة نظرنا إحنا، لكن بالورقة والقلم هنقول لحضراتكم. وده إيه مناسبته يا باشمهندس؟ نادي الزمالك من حقه طبعا كواحد من منافسيه من منافسي الأهلي في البطولة إن يدافع عن حقوقه في أي مباراة يراها، ويطلع البيانات اللي هو عايزها، وقناته والزملاء فيها يتكلموا كيفما شاءوا دفاعا عن حقوقهم اللي هم من وجهة نظرهم شايفينها. لكن لما يطلع بيان رسمي، ولما يبقى فيه كتير من البرامج مخصصة فقط للكلام عن الأهلي وما يحدث مع الأهلي، إلى درجة إنه لما اتحاد الكورة يخفف عقوبة كانت مغلظة بشهادة الكل اللي اتكلم على إن هي مشددة وخاطئة وغير طبيعية، نلاقي الكلام في البيانات الرسمية في البيان اللي صادر عن نادي الزمالك امبارح بيقول: تعرب إدارة الزمالك عن استيائها من الأحداث التي شهدتها الساحة الكروية مؤخرا وتعديل بعض العقوبات بعد إصدارها دون أي سند قانوني لهذا التعديل والتبريرات غير المنطقية، ويقول إن ده يفقد المنافسة عدلتها أو المسابقة عدلتها. طيب هل اتحاد الكرة لما عدل عقوبة محمد الشناوي حارس الأهلي كان عنده سند قانوني ولا ما كانش عنده؟ مبدئيا في الأول كانت توصية، وأي حد بيتكلم في ألف باء إدارة التوصية تنتظر القرار، إما أن تعتمد فتبقى قرار أو تعدل أو تلغى أو تغلظ. ولا ده مش كده أستاذ إبراهيم؟ هو لما بيقول تم التعديل دون أي سند قانوني، عارف هو تم التعديل ليه؟ لأن اتخذت العقوبة دون أي سند قانوني. هو ما فيش سند قانوني في اتخاذ العقوبة، وهما تأكدت منه اللجنة الثلاثية، سألوا لجنة الحكام عندك ايه تقرير؟ طب ايه الاجراء الاداري اللي اتاخد نتيجة ان الحكم شايف ان هو في حاجة تستوجب تسجيلها في التقرير؟ قالوا ما خدش اي عقوبة. انت عارف دي عاملة زي ايه؟ عاملة زي ما يكون حد مسكته في مشكلة وحكمته وبعدين اصدرت عليه عقوبة مغلظة فاستأنف، فاكتشفوا الناس ان العقوبة دي لا مبالغ فيها وانه اساسا كان ممكن ما تمسكوش، راحوا مخففين. واحد تاني يعمل نفس الخطأ واكتر منه اصلا ما يتحكمش، فالتاني ده يقول لك انت ازاي بتخفف؟ انت اصلا ما بتتحكمش، انت اصلا لا تقدم للحساب. وعندك الادلة هنا، هنيجي للادلة. لكن للي بيسألوا عن ايه السند القانوني، يا جماعة يا جماعة الخير، اتحاد الكرة لما طلع قرار التخفيف قال جملة واضحة وصريحة عرضناها واتنشرت، أرجو أنك وانتوا بتتكلموا دون سند قانوني، الاتحاد قال لك: وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية. إمتى بقى؟ وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على البطاقة. يعني هو انتوا محدش اعترض ليه لما رمضان صبحي عمل اللي عمله وخد مباراة لانه خد كارت وكان عنده كارت، فخد الكارت الاحمر عقوبته ايقاف مباراة، وده اللي الاتحاد قاله لما سأل لجنة الحكام اللي حصل من الشناوي ده يستوجب ايه؟ قال لك كارت اصفر. اما وانه عنده كارت اصفر في المباراة يبقى كارت احمر. طب عقوبة اللي واخد كارت احمر بعد اتنين اصفر ايه؟ الايقاف مباراة. راح مخليها ايقاف مباراة. هو ده السند القانوني وهو ده تفسير التخفيف. هنفترض ان الشناوي عمل حاجة غلط، يبقى اقصى حاجة كان ما ياخدها كارت اصفر فاحمر في المباراة. بالظبط. يبقى ليه ياخد اربع مباريات واصلا مفيش عقوبة؟ لان الحكم ساعتها ما شافش سبب، فقال له يا راجل انت ده الناس كلها شايفة انك لازم تديله انذار بس، فكتب. يعني الناس يا اخي في مثل بيحضر: اذا لم تستحي فافعل ما شئت. مش معقولة ان احنا نوصل في قلب الحقائق الى هذا، ويقعد كل اللي قالوا ان عقوبة الشناوي غير قانونية ومبالغ فيها، واول ما تصوب الامور لا هو كانت مغازلة لجمهور الاهلي، لكن اول ما تخفف رجعت الناس. انت صدق؟ لا ما كانش قصدي. طيب ليه بقول لكم لو معاك ورقة وقلم؟ اللي بيتكلموا على التحكيم يا اللي اتحرمتوا من التحكيم الفرصة لسه قدامكم. كل اللي اتظلم من التحكيم يمسك معانا ورقة وقلم
8 مباريات الاهلي لعبهم لغايه دلوقتي النتيجه 3-4-2. 3-4-2 مش طريقه لعب، لا، في الثمان مباريات الاهلي اتلغى له 3 اهداف صحيحه، مش باعترافنا، باجماع الفقهاء والخبراء في التحكيم، 3 اهداف اتلغت، ضربتين جزاء سلام ما اتحسبوش، والنتيجه 4 نقاط ضائعه من الاهلي. يعني كان زمان الاهلي دلوقتي باعتراف خبراء التحكيم عنده 24 نقطه مش 20 نقطه. فاللي بتتكلموا او بتحاولوا تصدروا للناس مشهد ان الاهلي بيتجامل وان الاهلي بياخد اكتر من حق وان الاهلي وان الاهلي وان الاهلي، امسك ورقه وقلم ومش هنسمعك راينا خالص. الاهلي مع المقصه في اون تايم سبورت، الاهلي فاز 3-1، لكن هدف صحيح جدا للاهلي ملغي، ونشوف في راي الكابتن احمد الشناوي. شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا. شوف الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف. هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو، شارب معاه بالظبط. اذا الخط ده لا معوج يمين ولا شمال. مع خط يرجع تاني هنرجعه تاني اهو مع اللعيب. فين التقدم للاعب النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه. بكتفه فين؟ اذا كان اللي هو مش معدي ده ايده نازله والقدم. انا بقول لحضرتك ما هو الاعتقاد، ما هو لا، هو اللي عمل له خط تسلل عمله له بشكل خاطئ، هو ده السبب. لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100%. يعني مش عايزين نقف كتير، طرحناها قبل كده لكن واضحه. ادي هدف لم يحتسب للاهلي امام المقص. قبل ما تنسوا، طيب جه الاهلي لعب وادي دجله، المباراه انتهت بالتعادل، الاهلي خسر نقطتين، هل كان المفروض يخسر نقطتين؟ لو الاهلي خد حقه يا اللي بتتهم الاهلي انه بيتجامل ما كانش تعادل، لانه كان ليه ضربه جزاء ما اتحسبتش. ونشوف راي الكابتن احمد الشناوي فيها برضه. الايد لو اتشدت خلاص اعاقت الحركه، فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجله وهو بيشد لاعب الاهلي، وهتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيعلي الامام، لو هو بيمسك ليه بيعلي ورا، معناها ان الشد يعني جابه عكس اتجاهه، فبالتالي هنا طبعا هنا الخطا وداخل منطقه الجزاء، كانت لابد الخطا موجود وركله الجزاء يعني. والفار فين يا كابتن؟ ما هو الفار ما شافش خلاص بقى، اتحسب فاول عكس. لا ما اتحسبتش خالص، حسب فاول عكس. لعب عادي، لعب يعني كمان. يعني انا عايز اقول ان اللعبه دي حتى الفار ما شافش الحاجه دي، لكن انا عايز اقول ان يعني احمد الغندور كان يعني لعبة الشد قريب يعني، لكن ما تعرفش بقى الفار ما شافش اللي عنده ايه، ما انا ما اقدرش احكم في دي، لكن الخطا موجود والمسك موجود والعقوبه لابد من احتساب. يعني اللي ما شافش الشد ده شاف الوقعه، كان يستوجب انه يروح للفار. والفار لا شاف لا الشد ولا الوقعه. الفار ايه بركه جمع ان الحكم ما ايه ما شافش. لو كان شافه حسب كان نداه له. زي ما بيحصل كتير. هو دي المشكله، على فكره الماتش ده كان لنا ضربه جزاء اوضح بقى. نتيجه عرقله وكده. فانت ورغم هذا الحاله لم تطرح، ما انت كمان لما تيجي في استوديوهات التحليل بيناقوا لك الحالات اللي اتعلق عليها. ايوه. الحاله الثانيه لم تطرح وكانت واضحه جدا، ضرب جزاء اخرى وتعادلنا، ادي نقطتين. طيب لعبنا مع سيراميكا كليوباترا، الاهلي فاز لكن هدف كمان ما اتحسبش، وده كان راي الكابتن الشناوي كمان. المساعد احمد حسام طه نقول له برافو طبعا، تمركز رائع، واحنا عملنا خط التسلل زي ما انتم شايفين كده، البيرو اللي عندنا الخط، ادي قدم اللاعب هناك ورا. انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل، ما اعرفش التقنيه اللي استخدمها. انت بتقول للمساعد برافو على ايه؟ برافو ان هو واقف بشكل وما رفعش، رفع بعد انتهاء يعني بعد ما انتهت الهجمه ايا كان. انت هتجنني في الاخر لغى الجول. مش هو هو لا مش هو يا كابتن. طب مكمل خد وقت فيها اوفسايد ولا فيهاش اوفسايد؟ لا انا بالنسبه لنا هنا ما عنديش تسلل، يبقى ما فيش برافو للمس. يعني الكور دي كنا يا جماعه بنعذر اللاينز مان والحكم، بنقول اصل ما عندوش طرف انه يعيد والتصوير البطيء ويشوف الفوارق البسيطه دي ويحتسب، وده تقديره. لكن الفار عنده اكنه قاعد في استوديو تحليلي، عنده من الوسائل المتطوره انه يكتشف ان الكوره مؤكد اوفسايد ولا لا، مؤكد ضربة جزاء ولا لا، مؤكد عبرت المرمى ولا لا. يعني انا لسه في كورة عايز اعلق عليها لوحدها، دي انك انت الجول يبقى مواجه للمرمى بتاعه، مواجه ظهره للملعب وبيمسك الكرة كده،
بعدين يلف بيها وهي في الهواء فبقدره قادر يبقى هو كله جوه يقول لك الكره بره ازاي ده كان شريف اكرامي توصل ازاي انا وشي للجون انت عارف انا لو راجع بظهري ممكن اعملها كده لكن ده انا وشي للجون مستحيل غير ان لفيت بيها جوه يعني انا عشان الف لازم اعمل كده امال هعمل ازاي ما انت مختارش على صدرك انت كلك جوه فهي ايديك كمان سابقاك لما يعني انت رجليك تبقى جوه وجسمك جوه امال ايدك تشريحيا انت دخلت بيها خلاص مش اصل وشك للجون يعني وكل ما دي الكره وعلى فكره كابتن ميدو بيستند اليها في احتجاجاته يعني. طيب الاهلي كمان بيلعب مع البنك الاهلي ومباراه البنك الاهلي الاهلي تعادل فيها يعني في نقطتين ضاعوا احنا شفنا نقطتين ضاعوا قدام وادي دجله نقطتين ضاعوا قدام البنك الاهلي ومش براينا ولكن الكابتن سمير عثمان نشوف رايه في الهدف الملغي للاهلي الهدف رايك فيه ايه انا لو حكم مباراه هحسب الهدف ومش هرجع للفار لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكوره لو ساند قبل ما يلعب الكوره هنقول هنا ايه اهي لا هنا هيبقى في خطا انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه خلاص ده طاير عادي انت عارف لو لعيب النادي البنك الاهلي يا كابتن سيف لو حاول يعمل جامب حاول يعمل جامب لفوق خلاص ده فاول انما انت هنا واحد عاوز يلعب كوره لكن ايمن اشرف مفيش منافسه معاه في الراس فين؟ مفيش حد معاه خالص يعني ايمن اشرف خلي بالك واللعيب الثاني بتاع البنك الاهلي اللي بيطلع الكوره بص رجله كمان رايحه فين؟ فالثاني ده برضه بيوصي انا شايف هي لعب من الالعاب الصعبه اللي هي انا زي ما قلت في البدايه حضرتك لو انا الحكم نجيبها من الله في الحاجات دي بيبقى فيه ما تبقاش صح طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول تعمل ايه؟ تمام مش هروح للفار خلاص مش هروح للفار ولو قال لي مش هسمع كلامه اذا كان هو بينه وبينه متر الحكم والقبضه دراعه الشمال بعيد عن جسم يعني هي لو هي دراعه الشمال على كتف اللاعب الشمال يبقى هو وراه لكن ده جنبه فكون اللاعب ما قفش معاه ده مش ذنب ايمن اشرف يعني وده الحكم اصلا ساعتها شايف قدامه انه ما فيش خطا ومشاور بايديه بص هو وجمال الشريف وجمال الغندور مع احترام الاسماء كلها وجاليجر كلهم قالوا طيب ميدو لو فاكرين طبعا عشان الناس اللي بتتكلم على التحكيم الاهلي خسر نقطتين في مباراه وادي دجله بفعل فاعل الاهلي قدام البنك الاهلي اتلغى له جون مش بنالتي جون صحيح كل الخبراء التحكيم في مصر باستثناء الكابتن الشناوي وانا قلت لكم الراجل كان عنده حرج لانه ابنه عمرو هو اللي في الفار لكن ميدو خد الحاله ووداها للحكم الانجليزي السابق فيرموت جالاجر. جالاجر شاف ورد على ميدو. نشوف نفكركم قال له ايه ساعتها. انا سالته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم الغائه والراجل قال لي ان هو متفاجئ ومش مصدق ان الحكم لغى الجول. بيقول ان الكوره جول 100% بيقول ان 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في انجلترا في هدف برضه مماثل على ماجواير والان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100% وهو متفاجئ ان الكره او الحكم راح للفي ار ولغى الجول طيب قلنا وعلقنا وخلاص واضح الكلام عربي وانجليزي ومحلي الكل اجمع على انه هدف الاهلي وسوري وسوري الكل يعني بالشامي بالانجليزي بالمصري بالعربي بالجزائري الكل اجمع على انه هدف ايمن اشرف في مرمى البنك الاهلي صحيح الاهلي اتظلم الاهلي خسر نقطتين ما كانش يجب انه يخسرهم حقه في المباراه شرعا ومحدش يتكلم يا اللي بتتكلموا دلوقتي على انه التحكيم بيجامل الاهلي والمسابقه ما اعرفش فيها ايه يعني المسابقه إيه. لو ماشيه باصولها ها ادي اربع نقاط انت العلامه الكامله بس كنت هتبقى فارق في القمه باربع نقاط بالظبط بدون ما تشوف بقى المنافس بتاعك خد ايه خد ايه واتظلم في ايه برضه خد ايه الاهلي لعب مع المقاولين عمل ريمونتادا قويه جدا مهزوم 2-0
يرجع يكسب 3-2. ومش بس كده، ده بيتلغي له ضربه جزاء صحيحه في هذه المباراه برأي الكابتن سمير عثمان. كرة مهمة جدا، ودي أهم كرة في المباراة. احنا عاملين لايت على الاثنين اللي بيجروا. الشاشة دلوقتي بس هنا، بص هنا، هنا طبعا في دفع من لعيب نادي المقاولين للعيب النادي الأهلي. أنا كنت متوقع إن حكم الفيديو لازم ينادي محمود ناجي ويشوف الكرة دي. حكم الفيديو عاد الكرة اللي هي اللي نزلت على إيد نادي المقاولين العرب، اللي هي كانت واضحة طبعا استمر لعب، بس الكرة دي ما اتعادتش. دي الكرة اللي خلت بعد كده أعتقد جهاز النادي الأهلي كان بيعترض عليها، إن ولا حكم الفيديو نداه يعني ولا شاف دي ركلة جزاء. يعني بيتكلم طبعا على ان الاهلي كان له ضربه جزاء واضحه اللي هي فيها الدفع بتاعت، وما فيش اللي روح شوف الواقعه وارجع قول اللي انت عايزه. ما هدي ما فيهاش ان اتنين متلاحمين، ده واحد مديك ظهره وانت زقيته على وشه ومنعته انه يقفز، اصلا ما اديتوش اي فرصه انه يقفز عشان يلعب الكوره، فدي ضربه جزاء. نخش بقى على بقيه الحاجات. طيب بالورقه والقلم، الاهلي اتظلم في اربع نقاط ضاعوا منه، كان فيهم هدفين او ثلاث اهداف وضربتين جزاء، ضيعوا اربع نقط. ادوا الزمالك ايه بعد الفصل؟